أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارد من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار الناشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله